خليني أسألك بطريقة تانية. أنت ذكرت في البداية أنه كان القرآن في اللوح المحفوظ في السماء ونزل لسماء الأرض إلى آخره. طيب إذا كان عند الله، مش الله مسؤول أنه يحفظ كلمته؟ تمام، تفضلي. لأنه معنا بس كم دقيقة يعني. عمر قال حاجة كده، قال حديث، قال إن عدد أحرف القرآن 1000 و27 ألف حرف. يعني إيه؟ يعني 1,027,000 حرف. لو إحنا نقارنهم باللي معانا الآن، اللي معانا 320,000 و15 حرفا، يعني تلتين القرآن مفقود. يا اللي بين إيدينا. اللي بين إيدينا. أوكي. وطبعا لو حضرتك ترجع للآيات، سوري، الأحاديث اللي موجودة في كتاب جمع القرآن وحديث جمع القرآن وغيرهم، هتلاقي إن مثلا سورة التوبة كانت قد كده هوت، وسورة مش عارفة إيه كانت قد كده، وكلهم يعني بيدلوا مثلا الآيتين اللي كانت بيتكلموا على الرضاع الكبير والرجم مش موجودين، سورة الحفظ وسورة في سورتين كان بيعتبرهم ابن عباس في قرآنه، والسورتين دول مش موجودين، سورة الحفظ وسورة الولاية دول مش موجودين أصلا في القرآن، ولو تقراهم لا يمكن تفرق ما بينهم ما بين القرآن. اللي أنا عايزة أوصله في النهاية، إذا كان القرآن بهذا الشيء مش هذا الشكل وتاريخ جمعه بهذا الشكل، ما فيهوش أي مصداقية خالص على مر عصور الجمع ولا على كتابات المؤرخين وكل الأمور دي، إزاي إحنا نوصل للوقت الآن ونصدق فيه؟ إذا كان التاريخ من خلال التاريخ ده مش بيدينا إثبات، وده بيأكد الشكوك. يعني أنا مثلا ما أمسك الكتاب المقدس وأرجع لمخطوطاته، أنا بالشكل ده بتأكد إن الكتاب المقدس صح. ليه؟ لأن أنا لو برجع للأصول اليونانية والأصول العبرية، الأصول العبرية اللي موجودة مثلا مخطوطة زي مخطوطة وادي قمران مثلا، دي من أقدم مخطوطات الكتاب المقدس، موجود فيها كل أسفار الكتاب المقدس ما عدا سفر أستير. فأنا دلوقتي عندي إثبات لكل الكتاب العهد القديم ما عدا بس سفر أستير اللي مثبت من مخطوطات تانية.